تظاهرة ثقافية وفنية تدعو لعدم الهجرة خاصة في صفوف الشباب منظمة من قبل جمعية ازدهار الأجيال الحالية، حضرها عدد من السياسيين والمنتخبين المحليين في العاصمة نواكشوط وجمهور غفير من منتسبيها. إبراز أهمية العمل في الوطن وعدم الهجرة نحو البلدان الأخرى هو الهدف الأبرز للتظاهرة الثقافية الفنية وفق منظميها، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات تعمل على تسهيل الاستثمار في الوطن بالنسبة للمغتربين. رين غوتا غوتا اسلين هكيج يوم جيد لزمن موريتاني رين هكيج يوم بيوم. نجتمع اليوم في هذه التظاهرة لندعو الشباب إلى عدم الهجرة عن الوطن، وبهذه المناسبة ندعو الدولة إلى اتخاذ قرارات وخطوات تشجيعية ترغب الشباب الموريتاني في الاستثمار في وطنه وبين ذويه، لأن ذلك هو العامل الوحيد الذي سيجعلهم يعملون في بلدهم. وإذا لم توفر لهم الدولة فرص تشغيل فإنهم سيكونون مرغمين على الهجرة خارج البلاد. الاتفاق مع الأوروبيين بشأن الهجرة ليس حلاً لقضية المهاجرين، بل الحل الوحيد لهذه المعضلة هو مساعدة الشباب وتوفير فرص تشغيلية تعمل على تحقيق طموحاتهم في كافة ميادين الحياة. إجراءات ومشاريع حكومية هامة، يقول عمدة بلدية دار النعيم أنها سترى النور قريباً وستستقطب الآلاف من الشباب، مطالبا إياهم بالمشاركة في تلك المشاريع بدل الهجرة نحو المجهول. على الوطن، على أنه يسعى الجميع، وعلى الناس يا الله تحاول على أنها تهنى وطنها، وعلى أنها هاي الخيرات اللي عندنا الحمد لله والشكر له، والتوجه لمعدل الدولة لاستقطاب الشباب ودعمهم، على أن يا الله نطرحوا للبال، خاصة على أن فم مبارك ياسر من المشاريع، عشرات الآلاف من المشاريع اللي تمول للشباب من أجل الحد من الهجرة. انعكاسات الهجرة على الدولة والمجتمع كانت حاضرة في مداخلات المتحدثين، معتبرين أن الهجرة أصبحت محل اهتمام من لدن كافة الفئات الاجتماعية بما في ذلك النساء. سكاب وبيريق وفور الحمد لله رب العالمين يا حرنا بيجي والله بوجه فور الحمد لله عندني كم بحال الهند. الهجرة في السنوات الأخيرة لا تقتصر على الرجال، فقبل سنوات كانت النساء تهاجرن من الريف إلى المدينة بسبب عوامل اقتصادية واجتماعية، والآن يهاجرن نحو الدول الأوروبية والأمريكية لتحقيق رغباتهن أسوة بصديقاتهن المهاجرات اللاتي نجحن في أعمال مختلفة في تلك البلدان. ولأهمية دوره في بناء البلد، دعا المتحدثون الشباب إلى التكاتف من أجل تقوية الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية في بلد متعدد الأعراق. بلد لحنا حاملين بنو وحدة الوطنية، حاملين هذا الشباب وشباب موريتان كامل يالله يوقف وقفة راجل واحد يكانوا يبنوا موريتان. احنا ما عندنا ما موريتان، مين ما يبتنا موريتان إلا الحق وإلا الوحدة الوطنية وإلا تعايش سلمي. وتأتي هذه التظاهرة ضمن أنشطة الجمعية الغير الحكومية الهادفة لتعزيز اللحمة الاجتماعية ونقاش أبرز القضايا والظواهر التي يعاني منها المجتمع الموريتاني.